العدوان المستمر على شمال قطاع غزة في يومه 17، شهداء وجرحى واستمرار في تفجير وهدم المنازل في شمال قطاع غزة. وصل إلى مستشفى كمال عدوان منذ ساعات الصباح شهيدان جراء استهداف تجمع للمواطنين بالقرب من مدرسة عون الهداني في مشروع بيت لاهية، كما وصل أيضا شهيد وجريح في استهداف لمركز لواء حفصة في مخيم جبالي. وصل كذلك عدد من الجرحى في قصف مدفعي استهدف بلدة بيت لاهية. العدوان الإسرائيلي لا زال مستمر، وهناك استهداف منزل لعائلة عزيز في منطقة البخورة بمخيم جباليا، ونتج عن ذلك عدد من الجرحى. كما العدوان صباح هذا اليوم، حيث الأسعافات التي تستعد دوما لنقل الجرحى من شوارع شمال قطاع غزة. تشاهدون الآن كمال عدوان صباح هذا اليوم هذا المستشفى الذي يعمل بإمكانيات ضعيفة جدا، ورغم ذلك هناك استعدادات وجهود كبيرة من أجل السعي لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء من شمال قطاع غزة. عدة استهدافات في شارع نهاية شارع كمال عدوان بالقرب من منزل المفتي. أيضا ما زال هناك عدد من الإصابات والشهداء حتى اللحظة. طواقم الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول بسبب خطورة المكان. فاطمة الغرفة لحالنا، فشوفنا القصف ودار جيران بتسل فيه، فشوفنا الحيطة بتقلب علينا، الحمد لله هذا قاعد نسحق حتى سمع الوصول. جعنا قاعدين عبلوا على الخاطر، خبطوا من صاروخ زنانة في طبقنا من الصف اللي سابع. ابني قاعد بتخرف معاي في الشيشة، يا دوب طلع يشوف صاحبه على الباب اللي اجت الجديدة سنفوخه. مش حرام والله حرام، كلهم في قبل رعبوا في الخوف قاعدين. الشظايا فوقينا وتحتينا اسمع، انا ما قعدناش هدو ثلاث دقايق القديشة بيننا، استوى من لهم اللحظة هو ارتاح وسير مدرسة محاصرة وقت المدرسة فيها ناس لكن ولا شغل. التفاصيل موجعة والأوضاع صعبة جدا في شمال قطاع غزة مع تواصل هذا العدوان لليوم 17 على التوالي.